السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، تحياتي لكم، مرحبا بكم في قناة علي المسعودي، وتحية للجميع، وتحية للأصدقاء اللي كيعرفوني شخصيا، وتحية اللي الله غيدخلوا عندي ويتعرفوا على علي المسعودي. فمرحبا بكم وأهلا وسهلا. إخواني، جيتكم بواحد الفيديو اليوم، نتمنى إلى الإعجاب ديالكم. رسالة خاصة، هاد الرسالة هادي غيتنوصلا لكم وتعرفوا شنو وقع لي أنا شخصيا. كاين واحد النوع ديال الإنسان سبحان الله العلي العظيم، كيبقى داكشي في قلبه، كيبقى الحقد، كيبقى السم في الداخل ديالو، سبحان الله العظيم. كنشوفو بزاف ديال الناس كيقول لك اللي تفكرك تفكر واللي ينساك ينساك، بالعكس اللي ينساك تفكر انت تفكر. ما عرفتش من يبدا ليكم الاخوان. المهم، انا شخصيا اتصلت بواحد السيد من العائله، باركت ليه العيد، اتصلت بجميع الاخوان جميع. المهم، اتصلت به قلت ليه السلام عليكم فلان، لاباس بخير؟ قال لي شكون معايا؟ قلت ليه معاك، بديت كنضحك معاك فلان من فلان. المهم، بقيت ما في الاول ما عرفنيش، ربما ما عقلش على النمرة ديالي ولا شي حاجة. المهم، ما عندنا غرض، قلت ليه انا هو فلان. ما تخيلوش اشنو قال لي، عندك الوجه باش كتتصل بيا؟ واش عندك الوجه باش كتتصل بيا؟ علاش كتعيط؟ انا ما نسمحش ليك، لا انت ولا فلان اخر، لا انت ولا اخوك، ما نسمحش ليك لا انت ولا اخوك. انا ماشي منكم، انا ماشي منكم، انتما ما مزيانيش، انا بزاف عليكم. وقت علاش هذا؟ بغيت نوصل لكم هاد الرسالة الاخوان. انسان صلة الرحم، صلة الرحم تقدر بثمن. لما كان الإنسان دوزتي انت وياه جميع المشاكل، جميع الصعوبات، فاش كتعيط ليه كتقول ليه فلان مبروك عواشرك، ضحك معاه، ربي راه كيفاجي عليك، الله سبحانه راه كيفاجي عليك، الله سبحانه وتعالى كيفاجي عليك. بنادم ماشي راه انسان، مجرد انسان، ما خلقك الله غير مجرد انسان. والانسان خاصو الا عيط ليه الانسان، كنهضر الاخوان وكنهضر بواحد الحزن، عيط ليه الانسان يستجب ليه، اسمع ليه هو الاول. صافي، بيناتنا مشكل، بيناتنا الطمع. انا ما عنديش مع الطمع، انا كاع سامح في كل شيء، سامح كل شيء باش نبقى بالي هاني. ولكن حيس الى الرحم الانسان او الانسان اللي كنعرف من الدم ديالي، نحيي معاه بصلة الرحم، من حقي نحيي معاه صلة الرحم. ومازال نعيط هذا دابا لي اللي جدك تعيط ليا، سي ما تعيطش ليا. مازال ان شاء الله يوصل العيد الكبير ان شاء الله، لحيانا الله سبحانه وتعالى يبقى العمر، مازال نعيط ليا في العيد الكبير، مازال ندير نمرة اخرى كنقولها لي من هنا، ندير نمرة اخرى نعيط ليه ونبارك ليه العواشر كل عام ان شاء الله باذن الله. حيت انا في قلبي جد غينا كما في قلبك الدغينة، والطمع، الطمع هو اللي دار لك بحال هكا، الطمع هو اللي وصلك لهذيك الدرجة ديال الحقد، الدرجة ديال الحسد، والدرجة ديال الكره، تكره بنادم من دمك ولحمك، تكره بنادم من دمك ولحمك. علاش؟ فين هما والديك؟ فين هما الوالدين؟ والدين توفى، ماتوا، حتى حنا كذلك غادي نموتوا، غيبقى ولادنا نفس المشكل. حنا ما بغيناش هذاك الشيء، نبقى نطبع. وانا الحمد لله بخير وعلى خير، اللهم ولك الحمد،
دابا كاين واحد النوع ديال الانسان فاش كتتصل به وكتعيط ليه وكتكبر به فهمتي، كيسحب ليه راسو هو انت باغي منو شي حاجه. هذا مطبع على واحد الفيديوهات كذا وهذا، واللي سول فيك سول فيه، واللي ما سقس عليك ما تسقس عليه، وهادي وهذا طاطاطا وشي مخربقين وشي هذا مطبع على داك الشيء. تما جا قاعد تسول فيا نهار العيد، نهار العيد نسول فيك علاش شنو فيك، نهار العيد نسول فيك ايامات اخرى كاين اشغال كاينين بزاف ديال الحوايج. نهار العيد الانسان كيريح كيرتاح كيجبد هادشي في المقام ديالو كيتصل، السلام عليكم السيد نعم بخير هاني كلشي مزيان صحة بخير مرحبا لاباس اولك. ايوا اش نقول لكم الاخوة، لا اله الا الله محمد رسول الله. الحياة كتوريك بزاف ديال الحوايج، الحياة سبحان الله العظيم. وما إخواني أخواتي كنعتذر منكم بزاف، وتحية لكم كبيرة، وشكرا لكم كاع اللي تصنت لهذا الفيديو وصبر حتى تصنت ليه. كنبغي نشكر من كل أعماق القلب ديالي. فما هي نظريتكم في هذه النازلة؟ الإنسان كتعيط ليه كتبارك ليه العواش شوية كيدور فيك، شنو هو النظر ديالكم إخواني أخواتي؟ أنا القناة دايرها غير باش نترفع فيها وصافي، ونهضر بطلاقة، دوزنا مشاكل ودوزنا بزاف، نسيت المشاكل، نحد داك الشيء، نحش كل شيء، خليت كل شيء في البلاصة اللي تزاديت فيها، وخليت بزاف ديال الحوايج فين تزاديت، خليت كل شيء فين تزاديت، نسيت أنا ديك المشاكل، وبنادم باقي سبحان الله، بنادم باقي قلبه عامر من جهتك، القلب ديالو من فوق من جهتك. فالله يشافي الله يعافي كل حقود، الله يدير شي داوي ديال الخير، شي اللي كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى عز وجل. اخر دعوانا الله يخرجنا من دار العيب للعيب، ان الانسان اذا كبر شويه الله يخرجنا من دار العيب للعيب. الانسان اللي كيدير المشاكل من صغره حتى لكبره سبحان الله العظيم كتكون العاقبه ديالو ماشي على خير، وكاع اللي كيدير التخلويض وكيخلوض هذيك هي اخيب حاجه، هذيك هي اخيب حاجه. وكنتمنى من الله تفهموا هذا الفيديو مزيان وتصنتوا ليه مزيان، هذا الفيديو خاص بسيرة الرحم في الأعياد للمسلمين. السلام عليكم إخواني، وتحياتي لكم، إلى اللقاء.